حياكم الله من جديد. أنا من دزولي ناس وأنا جاية ناطرة هاللحظة بصراحة عشان أقابل الدكتورة أمل الأنصاري وأعرف إيش قصة الغذاء والتغذية بموضوع العمالة المنزلية. يعني إحنا بلد الإنسانية بلا شك وقائدنا قائد العمل الإنساني، فإحنا إنسانيين بإذن السميع العليم بتعاملنا مع الكل، ما عندنا تفرقة بين أي أحد كان سواء موظف عندنا أو إحنا موظفين عنده. فبالتالي الحكي عن هذا الموضوع عند دكتورة أمل ترى مو عندي، لأنها فعلا شاغبتني في تفسير اللي راح يكون معانا ان شاء الله اليوم. دكتور امل، شو السالفه؟ شلون بياثر هذا الاكل على العمل المنزلي؟ اول شيء صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير للمشاهدين الاحلى مشاهدين. سلمك. وصباح الورد. وطبعا الموضوع اليوم وايد مهم. بالضبط. ومو هين، وما سويته الا بعد بحث. دراسة بعد بحث معينة. ودراسه، ما احب اقول شيء الا اكون بحثت فيه ودرست فيه ودخلت في ادق الامور يعني الخاصة في الموضوع اللي راح نتكلم عنه. طيب دكتور أمل، احنا ندري ان الغذاء دائما له تأثير على شخصياتنا وعلى سلوكنا وعلى أسلوبنا، بس شلون هذا الأكل بيأثر في السلوك خلينا نقول العامل عندنا في البيت؟ طبعا هذا أول شيء أقول أن الفضل يرجع لأستاذة التغذية في كولورادو اللي هي الدكتورة ماري جين هانجرفورد، اللي سوت دراسة عن تأثير الأغذية على أو النظام الغذائي على سلوك وتصرفات الإنسان. حلو. عقب ما طلعت الأحصائيات الأمريكية ثبت أن 75% إلى 90% النظام الغذائي بما فيه حتى الصفات الوراثية يأثر، النظام الغذائي يأثر على التصرفات الموجودة عند الإنسان وحتى على الجرائم والانحرافات السلوكية. صحيح. طبعا في هذا المجلس الخاص بالمسؤول عن التغذية في أمريكا حط هناك أيضا دكاترة عشان يحطون يعني بتقولون الكلام الأخير، يعني نهاية الدراسة هذه، وثبت فعلا أن الغذاء أو النظام الغذائي هو اللي يتحكم عن طريق الجهاز العصبي وهذا المخ بتصرفات الإنسان سواء كانت سلبية سواء كانت إيجابية. وبالتالي أنا لما قريت هذه الدراسة، طبعا أنا قلتها بشكل مختصر ولكن هي طويلة صحيح. وكبيرة وعظيمة، ولكن أنا لفت نظري وإحنا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول خدمكم إخوانكم وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولفت نظري قصة أنس بن مالك خادم الرسول، شلون كان يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما ضرب خادم قط. وأيضا كان حتى ما أفتكر هني، يمكن نادر تلقين عائل يمكن ينعدون على الأصابع عوائل اللي يدعون للخادم مثل ما صحيح. يدعون لأهل البيت صحيح. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو للخادم وكان يقول الله عن أنس بن مالك اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. بالضبط. فهني المسألة لما توصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بما فيه الخدم، فإذا هذا موضوع مو سهل صحيح. يحتاج دراسة، يحتاج أن احنا لنا وقفة أن احنا شلون نقدر نساعد أنفسنا أن احنا ما نقع في الإثم وأن احنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا شلون نحن يكون الخادم طريق يوصلنا أيضا لرضا الله وللجنة صحيح. عن طريق صنائع المعروف. دكتور أمل، يمكن قبل لا تكملين كلامك، عرف عن الأكل دائما له تأثير على سلوكيات مثل ما قلت، ودائما يقولون قبل لا تكثر لحم لأنه يجسي القلب ويخلي القلب جاسي. هذا صحيح. إنزين، أنا يدام الحين ما لذ وطاب من الحلويات الجميلة اللي الواحد يشوفها يستارس يضحك ويبتسم قبل لا يأكل، فبالتالي شنو قصتها مع موضوعنا اليوم؟ قصتها من بداية نزول الخادم أو الخادمة من الطيارة ودخولها المنزل. حلو. اللي هو إحنا تعودنا أن إحنا لما يخادم أول شيء نسأل عليه تحاليل الدم الخاصة بالدرن. صحيح. تحاليل الدم الخاصة بالأمراض الفيروسية. حلو. الكبد وكذا اللي موجودة. ولكن هل فكرت عائلة من العوائل؟ إحنا نعرف أن الخادم لما يستخدم من الخارج جاي من بلد
قاس فيها الحرمان والجهل والأمراض والفقر، وهذا كله الأشياء هذه تأثر على السلوكيات وعلى الحالة النفسية والمزاجية عند العامل. صحيح. لما أول ما تستقدمون الخادم مثل عيالكم، مثل لما تحسون أن واحد عنده اضطراب، الخادم بعد ما يسوون له التحاليل الخاصة بالإكس راي الخاص بالصدر بالرئتين والتحاليل الفيروسية وكذا، أخذه علشان عيالي، عشان بيتي، عشان تعاملي معاه، أقوم أسوي له مثلاً خلاص ربة البيت عرفت أن هذا هني المخ هو اللي يدير ويتحكم بأفعال الإنسان وتصرفاته، يتحكم في الحركة، الشعور، المزاج، الشخصية، السلوك، يتحكم في كل شيء، هذا اللي يدير أفعالنا. إذن الأم ربة البيت تهتم بهذا في المخ. صح. فإذن أسوي التحاليل المخبرية للكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، جاي من بلد فقيرة وأكيد يعني قصب عنه. صحيح. في أشياء كثير عناصر غذائية ناقصتها، وبالتالي تظهر نقص هذه العناصر على أفعاله. لأن هناك في دراسة قوية أنا قريت عنها أن تعتبر العناصر الغذائية عقاقير طبية تنظم عمل النواقل العصبية الخاص بالجهاز العصبي. حلو. فإذا اهتم بهذا بالمخ عند الخادم، وبالتالي أسوي له تحاليل مخبرية للحديد، للكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، فيتامين بي 12، هذا مهم جدا عند الخادم وناقص وايد عنده، هذا يسوي عنده عدوانية وجنون اضطهاد. تلاقين حتى بعض الأمهات تشتكي تقول الخادم يطق عيالي، الخادمة لما تكلمني تعطيني ظهرها وتمشي وهي توها جاية، هذا كله صبري عليها. حتى لما تي في وحدة تقول لي الخادم يتني كسولة برجعها المكتب، اخذي فيها الأجر، صناعي المعروف تقي مصارع السوء. لما خذيناها وسوينا لها لقينا مسكينة عندها خمول في الغدة الدرقية. حلو. وبالتالي هذا يسوي توتر. وحدة عندها نشاط تضرب الطق وممكن عندها صادجة. عدوانية شيء مو طبيعي. إذن أهتم بالجهاز العصبي أول ما تيجي الخادم، إذا تخافين على عيالك، على بيتك، على علاقتك بالخادم، سوي التحاليل الخاصة بالعناصر الغذائية، تروحين عند الطبيب يا دكتور شنو اللي ناقص. نعم. عند خادمتي. نعم. ناقص والله الحديد. نعم. ناقص الكالسيوم. نعم. ناقص عندها قدة درقية، إذن أعطيها الأشياء اللي تكمل. صحيح. هذا النقص، وبالتالي راح تشوفين. وبعدين الله سبحانه وتعالى ما يكذب بالقرآن لما قال منزه على الكذب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احتسبي الأجر وقولي يا ربي أنا عملت لوجهك الكريم فاعطيني بلا شك. الفائدة. دكتور أمل، يمكن أنا ما بتخلص الحلقة والناس قاعد تشوف معنا على الطاولة، في عندنا البقوليات، في عندنا نودلز، في عندنا تمر، في عندنا عسل، في عندنا بساكيت، ترى هذا مو قرقيعان، ها وايد حسبالهم قرقيعان. خلنا أقول لكم الخادم يحتاج شيئين عن تجربة. حلو. الخادم يحتاج الكربوهيدرات واللي هو موجود في مثل الخادم يحب النودلز، أنا ما بقول الاسم كنتوا عرفتوه. أكيد. النودلز وايد يعني الكربوهيدرات وايد مهمة للخادم لأنها ترفع السيروتونين عنده. بلاشي. والسيروتونين هو يعني ناقل عصبي مهم جدا يعطي التهدئة والاسترخائي من التربتوفان اللي هو من الكربوهيدرات. حلو. عندنا التمر اللي لين الطباع، عطوهم. في ناس يكفلون الثلاجة عن الخادم. إيه، وبالتالي أنتوا اللي راح تعانون. صحيح. عرفت شلون؟ عندنا جميع أنواع الحلويات اللي ممكن تعطونهم السكريات، الحلويات قبل لا تطلعين من البيت، حطيتي ولدك ولا بنتك عند الخادم، قبل لا تطلعين أعطيها كاكاو. حلو. أعطيها حلويات. صح. راح تشوفينها على ما ترجعين وهي في حالة استرخاء. صادق. وسعادة وبهجة والضحكة على حالها. مجربة والله. نعم. أرخص عقار طبي وأغنى عنصر في العالم بالمعادن عسل قصب السكر. حطي لها عسل، اشتري لها العسل رخيص جدا، عسل قصب السكر، حديد، كالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، زنك، فيتامينات باء موجودة كلها في عسل قصب السكر. حطي لها، يبيعون عسل النحل برطمان كبير بأرخص الأسعار. حطي لها إياه بدال الشكر الأبيض اللي ممكن يتلف فيتامينات باء عندها ويدمر الأعصاب عندها، لأن نقص فيتامينات باء يدمر الأعصاب، يسوي عدوانية. صادق. هجومية. صادق. تصرفات شاذة. يسوي وايد أشياء عند الخادم إحنا ما نعرف السبب، بنحس إن هذا طبعه. صحيح. هو مو هذا طبعه، ولكن
هو نقص العناصر. بالضبط. والبقوليات خلينا راح ارجع لها. حلو. عندنا هني طبعا ترى هذه السله، شوف ابي ريت المخرج يحط على السله. شوف يعني. السله شوف ايش كثر فيها، ترى وايد، ترى انا بعد خليت شويه من الاكياس، ترى هذا ما كلف، يمكن هذا ممكن يكفي الخادم 3 أسابيع او شهر. ترى ما كلف الا يمكن دينار ونص. صادقه. ما تدرين هذا ايش راح يسوي بجهاز العصبي، ما تدرين شنو راح يسوي، عرفتي شلون؟ إيه؟ يمعون. عرفتي الخادم، نقول ان الخادم محتاج الخادم للبروتين. احنا الاهل البيت ياكلون الوجبه ويبقى العيش الخبز يعطونا الخادم. صادق. ما يدرون ان الخادم قاعد يشتغل اكثر منهم. صادق. الخادمه فراشه البيت اللي تدور في البيت وتشتغل محتاجه للبروتين. ماكو لحوم، مو شرط، ما نقول حطوا لهم لحوم، ولكن في امينو اسيد وفي بروتينات في البقوليات، في جميع، في اكثر من كذي بعد بس ما حبيت اترس الطاوله. صحيح. في بقوليات فيها جميع الفول، البازاليا، العدس، الحمص، في انواع وايد من البقوليات، اعطوهم اياه يطبخونها ويعطونهم منها مليانه بروتين. الخادم محتاج الى البروتين عشان العضلات، لان نقص البروتين شنو يسوي؟ يسوي الهزال، يسوي ضعف العضلة، وبالتالي التعب، الخمول، الكسل، مالها او تقول ايديني عورتني، ماما ابي كريم، ابي كذا، اعطيها بروتين، اعطيها الاغذيه اللي فيها بروتينات. التونه، في تونه رخيص، في لانشون رخيص، هم يحبونه، في هوت دوغ رخيص، هم يحبونه، اعطيهم منه. اقول حق ربة البيت وايد مهم بعد استشارة الطبيب في مكملات غذائية ما تضر. صحيح. انت قدامها، انت مثل ما احنا نسوي مكمل غذائي في مولتي فيتامين او مولتي مينرال، حبة واحدة باليوم انت خذيها قدامها، قدامها عشان هي تقول ايش ما اعطيتني ماما، اخذي انت قدامها حبة وعطيها، والله العظيم اسبوعين راح تشوفينها فراشة وسعيدة وبهجة وراحة وما تصورين الحالة النفسية اللي هي راح تكون فيها. طيب انا شايفة بوكي ورد عندك، البوكيه الورد هذا له قصه، يعني هذا قصته قصه، هذا قصه كنت وعلى الطاوله كنت مخليته لاخر الفقره. لا والله مشاوقني، انا وايد شاوقتني اشياء انا اليوم. كنت مخليته لاخر الفقره، ولكن انا جبت البوكيه الورد هذا علشان اهديه لكل خادمه. حلو، يستاهلون العاملات عندنا في المنزل، لانه هم السند لربه المنزل في البيت، فبالتالي صح. هي ايدينها اليمين مثل ما يقولون، اللي دائما تسعفها وتعاونها في بيتها، ما علي في بنات في عيال في يعاونون، لكن صح تظل صح هي الايدين اليمين حق ربة البيت اللي تعاونها وتطيعها، فبالتالي تقدمها بوكي ورد. انا اهدي هذه باقه الورد لكل خادم وخادمه موجوده في البيت، وتمنيت حقيقة، لأني وأنا في مكاني أن يكون 5/3/2017 بداية، مثل ما في يوم الطفل. نعم. مثل ما في يوم المعلم، مثل ما في يوم ويوم ويوم، أتمنى يكون هناك لخادمتي أخيتي، أن كل يوم من هاليوم هذا 5/3/2017 يكون في يوم للخادمة. صحيح. اخذي عيالش، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاكم روشتة ووصفة وايد حلوة، تهاد وتحاب والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هالكلمة واثق فيها بلا شك. اخذي عيالش، روح اشتروا وردة اليوم للخادمة، واشتروا لها هدية، وهديها، ترى الساري بدينار ونص، وترى الهدايا رخيصة في السوق، بغض النظر عن دكتورة أمل رخيص، هم يستاهلون الغالي، انهم يستاهلون الغالي أفراد الأسرة. نعم. فبالتالي نعاملهم معاملة الأخوة معانا، وأنا واثقة كل الثقة أن اللي قاعد يتابعنا عبر شاشة التلفزة بالكويت، خلنا نقول على مجتمعنا هذا، أنه يتعاملون معاهم بكل لطف وبكل عطاء وسخاء، أنهم قبل كل شيء. فنتمنى إن شاء الله تأخذون بكلام الدكتور أمل الأنصاري وتقدموا لهم كل ما هو جميل وراءه كاكاوة تعطيكم سعادة. عبد الرضا، كنا عندك شيء، خل نروح حق عبد الرضا.